مرحبا، اليوم رح اعمل درس كيف نعمل غطاء لدركسون السيارة. طلبت مني وحدة تعرف كيف نشتغل دركسون السيارة. انا عندي هون دركسون قديم، تلبيسي قديمة، رح اخذ عليها الحيز لتعرفوا كيف تشتغلوا عليه. هلا ممكن انا اجي عند دركسون سيارتي اخذ الحيز بالعرض او اني اخده بالطول، تمام؟ اذا بدي اخده بالعرض رح اعمل سلاسل على قد عرض الكيدون من هون واشتغل فيها تطول 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 لتوصل على قد دائرات الدركسون نفسه، او اني اخذ سلاسل داير من دار وصير اشتغل فيها بالطول على العرض اللي انا بدي اياه. الاسهل لكم ممكن تشتغلوا عليه. بالنسبه لي انا حامشي بسلاسل طويله عشان احس انه الشغل خلص معي دغري. رح نشتغل عدد كبير من السلاسل على طول داير من دار الدائرة. هعمل واحد عادي بطلع سلسلة عادية، تمام؟ كمية كبيرة من السلاسل لحد أنا ما أقيسها على دركسون السيارة. ممكن إذا ما بتقدر تقيسيها على دركسون السيارة إنك تجيب المتر. ممكن تجيب المتر وتحطيه على الدركسون بهاي الطريقة وتلفي تلفي 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 ونلفو تلفي على حيز تقريبا طلع أنا مقاسه 110 116 ستة زيادة 116. هعمل سلاسل طول 116 وجربها على الكيدون، تمام؟ أنا تقريبا هذا عدد السلاسل اللي إجا قد الطول تبع الكفر عندي، تمام؟ بنعمل حساب إنه ممكن يمط عندي الخيطان، باخذ الحيز تبعه وبقيسه بهاي الطريقة داير من دار، أوكي؟ بتعرفي إنه هاي عدد السلاسل اللي أنت بدك تعمليها. هلأ الشغل العادي نشتغل بالغرز اللي هون، تمام؟ أنا لا رح لف الشغل، شفتوا الخط اللي بالنص هيدا، شفتوا بلف الخيط، الغرزة اللي بالنص هاي رح أخدها واشتغل عليها. ليه؟ عشان ما يعمل لي حز قوي وحسه إنه مشدود. هون بعطيني رخوب في الموضوع كتير حلو، ما بحس إنه قاسي الشغل، تمام؟ رح نطلع. فيك انت تشتغلي عادي طبعا، شغل عادي بالغرزتين عاديين، بس انا حاشتغل خلفي بالغرزة الخلفية اللي بتجي ورا، تمام؟ فيك تشتغلي عادي تدخلي بالغرزة، انا لا حاشتغل بالغرزة الخلفية هاي، شايفينها؟ بلف الخيط وبفوت وبعمل غرزة حشو، سوري غرزة عمود. هلا رح اعمل غرز عواميد لاخر السلسلة، تمام؟ خلص الدور برجع. بعد ما خلصنا اول دور رح نطلع ثلاث سلاسل، رح اعتبرها هي اول ثلاث سلاسل، ما حاخذ بنفس العمود، رح فوت بين الثاني عمود وحاشتغل عادي. شوفوا كيف لما اشتغلت بالغرزه البرانيه كيف بتبين مشدوده، ما احلاها، مش مشدوده قصدي وهيك بتسركش، لا سمبل وعادي. رح اشتغل هلا دور ثاني فوق كل غرزه عمود بلفه من غير لا تناقص ولا تزايد ولا اي شيء، فوق كل غرزه عمود. بالنهايه بطلع بلف الشغل، بطلع بثلاثه وبلف الشغل وبرجع بشتغل عواميد عواميد لحد ما يصير العرض الشغل اللي انا بدي اياه. رح خلص العرض اللي بدي اياه وارجع لكم. انا اشتغلته بعمود بلفه، انتم ممكن تشتغلوا نص عمود، ممكن تشتغلوا غرزه حشو اللي بتحبوا، بس انا حبيت اشتغله عمود بلفه لأنه بعدني ما عملت طريقة عمود بلفة، بدي أشوف كيف بدي يطلع، تمام؟ رح أشتغل كم دور وأرجع لكم. بعد ما انتهينا منه ناخده بهاي الطريقة بالمقلوب، عشان أنا بدي القطبي هاي تتأكدي كيف بدي يزبط معك. فالمقلوب هيك رح نخيطه من هون لحقيته بهاي الطريقة، ندخل الغرزة مع الغرزة وبطلع منه.
برجع الغرزة مع الغرزة اللي جنبها وبطلع غرزة حشو، برجع غرزة والغرزة اللي جنبها وغرزة حشو، لحيته للنهاية وارجع. هلأ بنجيب خيط المطاط، شفتوا هذا مثل المطاط، بنحطه بالإبرة. أنا مرة عملته بس حبة لعوزني صراحة، هالمرة هأعمله حبتين لهزبته. عملته مرتين أربعة وركبني من تحت لقطني، رح دخله بأول وحدة من هون مع القطب اللي أنا قطبتها، وآخذ بعكسها عشان أضمن إنه ما يفلت معي أبدا، تمام؟ ولح نشده. هلا رح أدخل بين هدول بهي الطريقة، بدخل وبطلع بين الفتحات. حاولي ما تاخدي الخيط معك علشان المغيط ما يخرب، شوفوا بين الفتحة بنزل وبطلع من بين الفتحة. مش مشكلة أرقام معينة، ممكن أنت تشتغلي بأي طريقة نو بروبلم، لأنه مجرد ما غطى مغيط رح يعمل لك للقطعة. هعملها كلها لحد ما أرجع للبداية، وبنفس الطريقة هعملها من الجهة الثانية. بخلص هلأ بهالطريقة. طبعا أنت بتوسعي هون قد ما بدك، فينا أنا مثل ما عملت تبع سيارتي ممكن أتركه هيك عشان تقدر تبدليه وقت اللي بدك، وممكن لأ تخيطي هون لهدول مع بعض. شوفوا كيف بيصير بيتخبى، شوفوا كيف بتخيطي هول الاثنين مع بعض بعد ما تلبسي للكيدون بتخيطيهم. هلا ما نعمل له الورد، ممكن انا اخليه هيك، عملت ديزاين كثير للسيارات خليتها بهاي الطريقه. هلا بدنا نعمل كم قطعه ورده وفرجيكم هيك. بكون انا ركبته على الكيدون وعملت له ثلاث وردات، ممكن احطهم شبكهم بهاي الطريقه يكونوا ثلاثه على جنب، او اني شبكهم وردي وردي بوردي كل وحده لحال. حطيت لكم درس كيف نعمل الوردي بالصندوق الوصف تحت، ممكن تشوفوه. رح شبكن وارجع لكم. وهيك صار جاهز عندي كفر السيارة دركسيون سوري. ممكن طبعا بدل ما اعمله غرزة عمود ممكن اعمله نص عمود، ممكن اعمله غرزة حشو بتحبي ما يبين بالمرة غرزة حشو، بس انا بحب فراغات يبين صراحة بيعطيه موديل. ومثل ما قلت لكم ما بتحبوا المغيط يبين ممكن تكبسوه وتخيطوه، شفتوا كيف بطل يبين بالمرة. بتخيطوا اثنين مع بعض بهي الطريقة ببطل مبين بالمرة، بتذكر. بس أنا بحب برضو بيعطي موديل هيك كتير محطوم، يعني الناس أذواق، مثل بتحبوا ممكن تعملوا. ويعطيكم العافية على المتابعة، وما تنسوني من الشير واللايك والسبسكرايب. إذا عجبكم الفيديو ما تنسوا الاشتراك وتدقوا الجرس وتعملوا لايك، وشكرا لكم.